خليني اعلن لحضراتكم شيء مهم جدا جدا على قناه النادي الاهلي، او حصل خلال الفتره اللي فاتت. خلال الفتره اللي فاتت يا كابتن هاني تواصلنا مع قناه ريال مدريد، اداره القناه هنا تواصلنا مع قناه ريال مدريد عن طريق زميلنا عمر البنوبي، وتوصلنا لاتفاق انه كل ما يخص نادي ريال مدريد منذ لحظه وصوله للمغرب هيكون هناك تبادل للفيديوهات او تبادل لكواليس ما يحدث ما قبل لا منذ تولي او منذ وصول نادي ريال مدريد الى كأس العالم او الى المغرب حتى يصل الى المباراه. لو كمل يعني كده كده نادي ريال مدريد هيلعب مباراتين، فاحنا النادي الاهلي ونادي ريال مدريد القناتين اتفقا على تعاون مشترك حتى المباراة النهائية. احنا هننقل لهم او هندي لهم كل كواليس ما يحدث في النادي الاهلي. طبعا الكواليس اللي احنا بنعرضها لحضراتكم كواليس التدريب، يعني مش كواليس اخرى، مش هنديهم اسرارنا، يعني هي كواليس التدريب هنديها لهم وهم هيدونا كواليس المباريات والتدريب. يعني ده كمان على مستوى زي ما بنقول على مستوى انتشار، واسم النادي الاهلي اصبح اسم عالمي على مستوى ريال مدريد. ما ادراك ما محب ريال مدريد في العالم كله لما كمان يشوف كواليس النادي الاهلي من بدايه يعني قدوم ريال مدريد الى المغرب، والصوره الجميله ان شاء الله اللي نقلها كمان النادي الاهلي من خلال مباراته الكبيره امام ريال مدريد. كل ده بعيدا بقى عن الفنيات، وبعيدا عن احنا بنتكلم في قصص على مستوى الصوره، على مستوى الشرف الكبير اللي بيقدمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بنقل صوره لفريق محترف، لفريق كبير عنده خبرات، بقى اسم النادي الاهلي ترند عالمي على مستوى العالم كله. النادي الاهلي بيتكلم على مستوى اوروبا وعلى مستوى العالم كمان، النادي الاهلي اسمه موجود بشكل اكتر من رائع. الحقيقه يا كابتن لما تواصلنا النادي ريال مدريد رحب تماما بهذه الشراكه، وقناه النادي يعني رحبت بقناه النادي الاهلي، والتعاون المشترك اللي هيحصل ما بيننا وما بينهم حتى المباراه النهائيه ان شاء الله. تجدوا كواليس كل ما يحدث كالعاده هنا على شاشه قناه النادي الاهلي فيما يخص النادي الاهلي، وايضا ابتداء من يوم 6. يعني احنا من اوائل الناس اللي عارفه ان نادي ريال مدريد هيوصل يوم 6، يعني من اول حلقه انا قلت ان هم هيوصلوا يوم 6، ما كانش حد لسه يعرف هذا الامر، ولكن نادي ريال مدريد هيصل الى المغرب ان شاء الله يوم 6 فبراير. ابتداء من يوم 6 فبراير حضرتك كمشاهد لقناه النادي الاهلي تقدر، او محب للنادي الاهلي تقدر تشوف كواليس النادي الاهلي. ده موجود طبعا، بس خلي بال حضراتكم كواليس النادي الاهلي هتشوفها، ممكن تشوفها على قناه النادي الاهلي وتشوفها على قناه ريال مدريد، مش هتشوفها في حته تانية يعني. وكواليس ريال مدريد هتشوفها على كواليس على قناه ريال مدريد وعلى قناه النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه، او ابتداء من يوم 6 حتى المباراه النهائيه، مهما كانت الفرق بقى ومهما كانت ان شاء الله نتمنى ان يكون النادي الاهلي هو اللي في المباراه النهائيه.